قناة شوف تيفي، اهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الجمهور، برنامج كيشاركوا فيه الحديث مع الجماهير المغربية. ودائما يكون عندنا حديث مع كل جمهور لكل فريق. اليوم غيكون عندنا حديث مع الجماهير الودادية، وغنفتحوا الباب اتصال مع الجماهير الودادية وباب التواصل مع الجماهير الودادية، الرأي ديالهم في تعيين المدرب رولاني موكوينا كمدرب لفريق الوداد الرياضي. كيف كتشوفوا هذا التعيين؟ واش كتشوفوا ان موكوينا هو رجل المرحله؟ واش هو الرجل المناسب؟ الراي ديالكم في المده ولا العقد ديال موكوينا 3 سنوات. دوك اي ودادي من حقه انه يعبر الراي ديالو، اتصال برقم القناه راه مفتوح الباب دائما التواصل، اتصلوا بنا او التفاعل ديالكم من خلال الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في وشوف تي في سبور عبر التعليقات ديالكم. كيرافقني دائما في البرامج الصباحيه الحارس الدولي السابق والاطار الوطني ومحلل القناه عبد الطيف العراقي. سي عبد الطيف اهلا وسهلا وجمعه مباركه. تحيه ليك سي ابراهيم، وتحيه لكل مشاهدي ومشاهدات قناه شوف تي في وشو سبور. تحيه لخويا سعيد، رجل طيب، وكنتمنى جمعه مباركه للجميع. الله يدخلنا بالرزق والتيسير، وما كنتمنوا بالشفاء لجميع مرضى المسلمين والمسلمات، وبالرحمه والمغفره والثواب جميع موتى وموتى موتى المسلمين والمسلمات. أكيد هادشي اللي كنتمناو، يوم مبارك للشفاء المرضى المسلمين والرحمة الموتى المسلمين، وكنجد الترحم للأموات. رجعوا للمتابعين الكرام في هذه الحلقة من البرنامج مع الجمهور، غيكون عندنا حديث مع الجماهير الودادية ومع العائلة الودادية كما كيسميوها ولا كما كيلقبوها. غنتكلموا على التعيين ديال موكوينا كمدربة لفريق الوداد الرياضي. نذكر بأن بالأمس تم تعيين مرسمي أو التقديم الرسمي المدرب رولاني موكوينا جنوب افريقيا، تم تعيينه كمدربا لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم الفريق الاول بعقد يمتد ل3 سنوات بقيمة مالية او براتب شهري 40 مليون سنتيم مغربية شهرية لموكوينا. تكلمنا على المشروع ديالو في الصباح، الان غنتكلموا على ارتسامات ديال الجماهير الودادية. جماهير الودادية تهبط في القاور ارتياح كبير من الجماهير ديال الوداد الموكوينا. تقريبا كنظن ما كاينش شي انتقادات ولا بالفعل التعيين ديالو، الاغلبيه مرتاحه ليه. فقط شرط واحد هو انه كيطالبوا بانتدابات في المستوى، لان موكوينا من المدربين اللي كيبغي فريق يكون عنده لاعبين كاليتي اللي هي كبيره. لا صراحه المرحله الاولى اللي عبر بها من خلالها الجمهور الودادي، يعني كاين واحد الارتياح، كل اوساط الوداديه مرتاحه من هذا الانتداب المعقل، الانتداب اللي في محله، ولا نعتبره انتداب الموسم، لان ماشي سهل موكوينا وبعد التالق ديالو مع فريق ماميلودي ساون داونز يعني يجي الوداد، يجي فريق الوداد الرياضي اللي فريق كبير. اكيد نتمنى الاسلوب والطريقه كيفاش كيخدم مع ماميلودي ساون داونز يخدمها مع الوداد. كما قلنا كاين واحد ارتياح كبير من طرف الجماهير الوداديه. المرحله الثانيه هي انه كيقلبوا عليه ثاني، كيتسناو الاداره انتدابات اللي غادي تكون. محمد بونو هو الاول. شوفوا الاخ محمد بونو شحال ما سمعنا الصوت ديال محمد بونو من مدينه قلعه الصراغناس. خويا محمد اهلا وسهلا، جمعه مباركه ومرحبا بك معنا. السلام عليكم السلام. مرحبا بك جينا اخويا ابراهيم. جمعه مباركه علينا وعليك ولصحاب الضيف وكافه المستمعين. الله يحفظك. وفين الغبور اخويا بونو؟ غبور والان كنت غابر بالصباحيه في القناه. ابراهيم اللي كان غابر، كان عنده مسائيات شفتي، حنا عندنا صباحيه شفتي. ما تواصلش كيوجد الشعر اخويا. كان بالليل هو، كان الليل. كان الليل، كان ليلي. كيدير الشعر، كيدير الشعر. قبل الخوض في الكلام اخويا محمد بونو، نبغيو تعطينا الاجواء، الطقس كيدير باش الطقس اجواء ممطره الى قليله. الجو بحر هائج الى قليل. واش لا الماء هذه ولا شنو؟ ممطر لا الحراره كاينه، وكاين شويه ديال الشرقي. الله اكبر الشرقي. دابا دابا الوقت ديالو الصيف راه ضروري تقريبا غتكون واصل دابا واحد 38 ولا 39 درجه. بارك الله غادي يسخون المعلم. دابا عباد الله راه مسحبه مع لي بيسين. لا لي بيسين وما كاينش الماء. كاين البيسين وما كاينش الماء. ودي بيسين راه كتعرف الماء، راه الناس ديك الماء ديالهم كيطيحوا. هذوك البيسينات محمد اخويا انت تبارك الله ملم بالمدينه وتبارك الله محبوب عند الناس، ما كاينش سميتو هاد الميني البيسين مونيسيبال ولا هاد البيسين ديال المساليش البلديه، ما كاينش. لا والو اخويا، كاين الخواص. واحد اللي كان ديال البلديه سدوه صافي، يعني سيرو وفين غيمشيو ساكن. لا والو، دابا كاين الخواص صافي.
ويلاه تفتح واحد المنتجع دابا جديد في الكوديا. منتجع جميل ونتمنى تبدو الاستمراريه. فيه شي تيرا الكره ولا ما فيش؟ فيه الفوت، فيه الفوت، فيه لابيسي الفوت كل شيء. فيه كل شيء نتمنى ليه التوفيق. وراه كيف والو غيجيب لنا الحماديه باش نديروا الافتتاح ديالو. والله الا عنده الخور. ها؟ والله الا كيقول الخور. ايوا صافي الحمادي انا نقول لحسن، نقول لحسن والافتتاح ديالو خاصو يت. والله الا المستثمر والخور هو اللي قادو. ايوا صافي شنو هو الاسم ديالو؟ هو سميتو دير والله باقي تعرف انا سميتو، لكن هو الحمادي اللي دايره. اه لا باقي ما سماش المنتجع. لا باقي ما عرفت سميتو. انا اللي نعرف غيديروا منتجع الحمادي. لكن ما عرفت سميتو، ما عرفت نديروا له سميتو. وتحيه لهذا الرجل الطيب والصحفي المحترف، تحيه ليه. والناس وي بالفعل، وي بالفعل صراحه ما كينكرش العصر ديالو. وكي ولا كيعجبني في الوحمادي هو كيجمع الشمل دائما ديال الفنانين الصحفيين رؤساء الفرق دائما، وكما قلتي ما نشاش الاصل ديالو دائما. لا اي تظاهره رياضيه الا كتلقى القلعه هي الاولى ديما، وكل اسبوعيا كتلقاها في القلعه. وشوف راه عول في هذا الشهر غنديروا افتتاح. مرحبا. انا صافي اي وقت، ومن المدعمين هو دابا ديال سبت السرغين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كيدبر كيقلب اليوم على الاماكن ديال التدريب. ويلي وي بالفعل شتو شتو متبعو متبعو متبعو. تبارك الله الله يعطي صحيحته. الله يستر ليك. اول حاجه اللي غتشوف اللي غتفرحك وتشوف ان الراي ديالك، ان ملي كتشوف الصفحات الصفحه الرسميه ديال الوداد كي كانت وكي ولات دار صح، والصحافه الدوليه والعربيه وسميتو كي كيتكلموا البارح واليوم ان الاشاعه ديال النادي كان وغيبقى وعمره غيحيد. خويا محمد راح حداك الصداع ما كنسمعوكش مزيان، الكاليتي ديال الصوت راه شويه. خويا راه خويا راهي بالقهوه دابا كنقولوا كنتبردوا شويه. لكن دير لايف تليفون اخر هذاك الشيء علاش نحيدو. وي خويا تفضل. قلت لك الحاجه اللي كتفرح بها انك كتشوف الصفحه الرسميه رجعات التفاعل والصحافه الدوليه والعربيه والافريقيه والوطنيه كيتكلموا، وانك تحيد الاشاعه ديال كان واحد الحدث البارح هو ديال القرعه ديال العصبه والاتحاد الافريقي اللي تغطى البارح ما بقاش كاع ما بقناش نسمعوه. اولا واحد الخدمه ديال 50 او 40% ذاك البارح مدرب كبير تقديم نتمنى التوفيق القادم ان شاء الله تكون كي دابا في المستوى كيف سمعنا البارح ان المدرب غادي يتكلم بها مع الاداره التقنيه. بالنسبه للعقد ديالو ثلاث سنوات دونك مزيان عقد ثلاث سنوات، ولكن كان يكون اكثر ولا اقل؟ دابا راه كيف سمعت ايتمنى البارح بخصوص السؤال ديال السيد مدياني انه قال لي علاش ست سنوات، قال لي انا كنت رئيس رسمي ورئيس مكتب المديري غندير اربع سنوات. صح. يعني السيد كاين مشروع، كاين مشروع خاصو يتخدم، ماشي هي اللي جبتها انا وتبدا تدير ولا سميتو. وي. حنا عمل استمراريه، انا ما كرهتش اني اربع سنوات وفوق كاع، لا لان كون كانت اكثر تكون اكثر. صح. تعطى جميع الصلاحيات للنادي، وكيف سمعتي ان خاص النادي الوداد الرياضي تكون كي كيلعب الاول تكون تلعب فئه سنيه. وي. يعني غيتخدم على كل شيء، غيتخدم من البي بي ميني مكاتي جينيور سينيور غيتخدم لها. وي وي هادشي اللي كان هادي الهيكله الحقيقيه اللي كنتكلموا عليها خويا. هادشي اللي كنتمناو يكون على ارض الواقع ماشي غير هضره ودوز وتنساو. لا بزاف كانت، ولكن ان شاء الله كنظن بان كاين تفاؤل، وربما هاد المحطه ولا هاد المرحله غتكون مختلفه على المراحل السابقه لا في التسجيل. كاين تفاؤل وكاين تبوادر ديال النجاح، وكاين تبوادر ديال المدرسه ان راك تشوف الاي 15 والاي 18 والاي 17 والاي 16 النتائج اللي كيحققوا وبولاد المدرسه اوطو تقنيه صغيره ولاد النادي الناس ناقره الذات ديالها وخدامه حب في النادي رغم المشاكل اللي كانت ورغم داكشي اللي كنسمعوا. نتمنوا لهم التوفيق والعوده للمكانه الطبيعيه ديال الوداد. وهادشي اللي كنتمنى. كنشكرك خويا بونو على الاتصال. مرحبا وشرف لي انا ندوز معكم. مرحبا وراك عزيز. مرحبا سي محمد نبيل. مرحبا خويا الله يحفظك. الله يسالك محمد خويا. شكرا. مرحبا مرحبا. شكرا. احترامات. تحيه لك خويا بونو، واحد من الاوفياء ديال قناه شوف تي في. نتمنى له التوفيق في الاعمال الخيريه اللي كيدير، وتبارك الله الشاب من شاب طموح وشاب تبارك الله. انا كنتمنى كاع الشباب والله العظيم ماشي حيت اتصل بينا ولا كان ديما كنتكلم. انا تبارك الله متبعو في فيسبوك، وللامانه راه ما عمري شفتو مباشره. فنتمنى ان شاء الله شي زياره لقلعه السراغنه ان شاء الله، ونشوفوه
ونشكروا على العمل اللي كيدير، لان كيعجبوني بحال هاد الشباب، الشباب اللي كيكون طموح وشباب اللي كيعمل من اجل الاخرين، كيدير الخير اينما يعني وجد، واللي يقدر يدير كيديروا، فتيساهم في بناء مساجد، تيساهم كذلك في مجموعه، في ادخال الفرحه والبهجه على مجموعه من الفقراء، سواء اعياد وطنيه او دينيه. كذلك كتشوفوا مسكين كيشوف الابار كيكون ما فيهاش الماء كيمشي يقلب، ويشوفوا الناس اللي يقدروا يساعدوا، ممكن كيدير واحد العمل اللي تجابيه. فنطلب الله سبحانه وتعالى الله يوفقه والله يسهل عليه هادشي، نطلب من الله سبحانه وتعالى هادشي اللي كنتمنى له التوفيق. كنتمنى التوفيق ان شاء الله لسي بولو. سي بولو قال واحد الكلمه مهمه، قال كيرتياح وكاين بوادر نجاح، ارتياح من الجماهير الوداديه، وكتبان بان الاستراتيجيه اللي جايه فيها بوادر للنجاح، من بينها العقد ديال المقوله اللي هو ثلاث سنوات، هادشي قليل فاش كنا كنشوفوا فريق الوداد الرياضي السنوات الاخيره. كنتكلم وي بالفعل، تكلمنا في بدايه الحلقه ولا في المورنينغ الرياضي، تكلمنا بان بوادر النجاح وكذلك واحد الارتياح على داخل كل الجماهير الوداديه، بان من خلال لي باج اوفيسيال ولا لاباج اوفيسيال الوداد، بان من خلال كذلك لاباج اوفيسيال عبر فيسبوك تويتر ولا كذلك الانستغرام. دونك بان واحد الارتياح، وبان بان كل راضي، كل الرضا على الاداره ديال فريق الوداد الرياضي، وكذلك راضين على المدرب اللي جا لنا، مدرب صراحه قبل البلاء الحسن، واعطى اشارات كبيره وكثيره على انه مدرب ديال المستقبل، مدرب كبير، مدرب شاب طموح. اي نعم ما لعبش كره، ولكن راه ماشي اللي غيلعب كل شيء قال يلعب كره غينجحوا، اكيد ما لعبش كره، ولكن اليوم مكوينه ولا بلاك بيب، فهو يعتبر من افضل المدربين كاين اليوم على الساحه الافريقيه. الا تكلمتي اليوم احسن مدرب في افريقيا، رغم انه ما فاش بعصبه الابطال الافريقيه، ولكن من خلال النتائج اللي دار مع ماميلودي سانداونز اكد على انه مدرب طموح، مدرب ديال المستقبل، مدرب بامكانيات محترمه. وربما اللي كتخلي ارتياح الجماهير الوداديه هو الخريطه ديال العمل ديالو ولا الطريقه ديال العمل، طريقه الاسلوب بالفعل اللي كانت مع سانداونز اللي كتخلي انا ارتياح اكثر. نقراو التعاليق ديال المتابعين الكرام، نشوفوا الارتسامات ديالهم الجماهير الوداديه. كنتمنى الجمهور ديال الوداد الرياضي يتفاعلوا معنا، يعطونا بغينا وجهه نظرهم صراحه. اليوم سي محمد بونو تبارك الله اتصل وعطانا وجهه نظره، بغينا نشوف وجهه نظر كل الوداديين. نتمنى لهم ان شاء الله حظ موفق، نتمنى ان شاء الله العائله الوداديه دائما بخير والف خير ان شاء الله، واكيد اكيد حظ موفق ان شاء الله. محمد الريقي تيقول تحياتي الرجل الطيب العراقي الحارس الدولي والانسان. تحيه ليك اخويا الريقي والرجل الطيب، وتحيه لخويا شطار ابن الحي المحمدي البار. غنسالي هذه الحلقه وراه نتلاقى معك حدا الجامع، غنصليو الجامع بجوج ان شاء الله. جوبا هذا صديق ديالي المتابعين، واحد من المتيمين ديال الاتحاد البيضاوي، وانا اعتبر الاخ ديالي، انا ماشي صديق، انا بالعكس راه العظيم كنعتبر الاخ ديالي الاكبر، كانت كتربطوا علاقه وطيده بعسيله، هذا هو الترمومتر مع عسيله الله يرحمه. كنقول شطار عسيله راه ما بغاش يمشي للتطوار، راه كيقول لي عسيله هذا الشيء، كيقول لي صافي غنمشي، وكنا كن يعني واحد الجو من الابداع، واحد الجو من الفرح والمرح. فتحيه خويا شطار الله يرحم معيشه في هذا النهار، الوالده ديالك والله يصلح الوليدات، والله يكمل ان شاء الله عليهم، نشوفهم ان شاء الله يعني في مستقبل يعني ظاهر، ونتمنى كل الخير ان شاء الله. اكيد كما قال سابط العراقي دائما مرحبا بجميع الاتصالات ديال الجماهير الوداديه ولا التفاعلات ديال الجماهير الوداديه. كان معنا الاخ بونو، واحد من الوداديين من العشاق ديال فريق الوداد الرياضي، اللي قال بان هناك ارتياح للجماهير الوداديه، استراتيجيه الجديده ديال فريق الوداد الرياضي، كاين بوادر ديال النجاح، مدرب كاين اجماع عليك، ربما هذه قريبش كنا كنشوفوا اول مره كنشوفوا اجماع وي بالفعل، كنا كنشوفوا مدرب كيجيبوا سي سعيد الناصري اغلبيه، ولكن اجماع لا ما كانش اجماع. انا البليبر احنا اكثر من انا راه بذكرى من 83 كنعقل الوداد، انا من 83 84 بديت كنلعب كره مع الشباب، ولكن من تما كنا كنعقل يعني هذه 10 سنوات اللي صراحه الوداد تبارك الله قبلت البلاء الحسن، فسعيد ناصري دائما كان يتكفل ويتكلف بانتداب المدرب. اليوم كاين كذلك، اليوم قبل ما يجي المدرب كل يعني كان باغي مكوينه، كل شيء كان باغي مكوينه، كل شيء كيقول ما كرهناش مكوينه. الرئيس الجديد ديال الوداد حاول انه عرف كيفاش من اين تاكلوا الكتف، مشى ارضاء للجماهير الوداديه، وهذا اكيد نقطه مهمه تحسب له، لان ملي كترضي الجمهور ديالك هذه اكيد، والجمهور كيكون راضي على واحد المدرب ولا واحد اللاعب كتمشي تجيبو او كتنتدبو، فهذا دليل على ان كاين واحد العلاقه وطيده، كاين واحد العلاقه ديال الحب والاحترام ما بين الجماهير والاداره.
اكيد سي عبد الطيف العراقي نتمنوا ان شاء الله التوفيق للوداد الرياضي، ولكن مقوينا باش ينجح الا خاصو كما تنقولوا هذه اغلب ديال الجماهير الوداد، وهذا واقع انك طالب الانتدابات تكونوا في المستوى، ما يكونوش اخطاء ديال الانتدابات اللي كانوا في الموسم الماضي. دونك الجميل هو كيف ما جاء على الرئيس ديال الفريق الوداد ديال كره القدم سي هشام ايجمنا، قال بان الان راه الصلاحيه كامله عند المدرب، هو اللي غيكون مسؤول عن الانتدابات ديالو، اعطاه كامل الصلاحيات ديالو، خلاه يشتغل في الحريه. وهادشي كان كيديروا مكوينه حتى مع سان داوز، لان كما قال على ليسان بوطوي اللي كان قريب من الفريق، فقال بان الرئيس ديال سان داوز عطيك الصلاحيه كامله للمكوينه. وقال عبد المنعم قال لك الرئيس الشرفي قال لك شنا مره ولا جوج. وانا كنتمنوا حنا حتى على كذلك نبقاو نشوفوا مره ولا جوج، فلان اليوم وكان الرئيس هو اللي كيدخل في التشكيله ديال المدرب كيبغي يدير كل شيء، ويلي استجوابات كاع المدرب هو كيدير على النتيجه. الرئيس لي شرف لا حيت دابا واحد الموضوع عندنا حنا في المغرب، دابا حتى الصحافه اليوم باش يمشيو مثلا نقلبوا على المدير التقني ولا الاداره التقنيه وكيتلموا معاه، كنمشيو كنديم كنهضر مع المدرب لا مع الرئيس، لان الرئيس كيكون مثير للجدال، كيدير البوز، عنده كيكلاشي في عباد الله، وهذا ما ظاهره غير صحيه. حنا اليوم بغينا رؤساء اللي يخدموا مصالح كره القدم، ما يخسلوش ما يقلبش على البوز ويقلب على كلاشات والفلاشات وقلب المشاكل مع الفرق الاخرى، لا خاص نقلبوا على رئيس ولا رؤساء ديالنا خصهم كذلك، وهذا دور ديال العصبه الاحترافيه. العصبه الاحترافيه كيدير اجتماعات مع الرؤساء، الشرفه، الاخوان، الله يجازيكم بخير، قابلوا فراقكم، ما بقاوش تقولوا خرجت الاعلاميه الزايده وهذه وهذه ومدا الفلاشي في هذا الجمهور ودمجوا الصداع، لان هذه الفتنه والفتنه اشد من القتل. فخاص العصبه الاحترافيه ولا الجمع الكره القدم فاش يكون اجتماع مع رؤساء الفرق سواء في القسم الوطني الاول ولا الثاني، يتناقش على هذه المواضيع، حيت بزاف الامور كنشوفوا الرئيس عندك مجموعه من الفرق قليله ماشي كثيره هي اللي كنشوفوا الرؤساء ديالها، عندك واحد 4 أو 5 الفرق اللي ما كنشوفوش الرؤساء ديالهم، من الجامعه كنشوفوا الرئيس انتدابات في الفيلا ديالو، انتدابات فوق السياره، هو اللي كيجيب اللعابه، هو كيصيفط اللعابه، هو اللي كيهضر على الماتش، هو اللي كيقول النتيجه غير مستحقه، الحكم ساقنا، الحكم ما ساقناش. دوك ما بغيناش حنا هادشي، حنا بغينا كل واحد يدير الخدمه ديالو، دير خدمتك انت كرئيس، جيب لنا مستشارين، جيب الفلوس، خلص اللعابه، اعطي السالارات، اعطي لي ترونش دو بريم دي سيناتير، اعطي لي بريم دو ماتش، خلص المدربين، خلص فئات العمريه مدربين ولا مؤطرين ديال الفئات العمريه فقط. ما هو تقني خلي المدرب اليوم اداره ديال الوداد الرياضي جابت مكوينه، المكوينه قال لهم انا انتدابات وكذلك انا هو المسؤول الاول والاخير على الفريق، خلوا السيد يخدم، خلوا السيد يخدم، نجح كنا غنصفقوا ليه، ما نجحش اكيد غادي هو الا كانت عنده شي نفس هو غادي يمشي بحال هما يقول لي حتى واحد وي راه كنعرفوا المدرب الاحترافي وما وي المدرب كيكون محترف، مدرب اللي كيكون عنده الكلمه وعارف فين جاي، دونك كان واحد الاهتمام، كان واحد الفرع من كل جمال ود نجح، وهذا الشيء اللي بغينا مع الوداد الرياضي. ما نجحش اكيد راه غادي كيتي في الصمت، راه غادي يمشي بحالته في الصمت، وهذا اكيد هذا هو كره القدم، اكيد هذا هو كره القدم، وهذا هو حال كره القدم. قراوا التعليق ديال المتابعين الكرام، نشوفوا التعليق ديال المتابعين الكرام. تحية لمحمد الأزماني اللي التحق بنا اليوم جا بكري، خويا محمد الأزماني اخي، هل المكتب حق التعاقدات قبل الجمع العام؟ تعاقد انا دابا الرئيس ديال فرع كرة القدم راه هو هشام ايتش منا. تحياتي لخويا ابراهيم ود الخاله، تحية ليك خويا عبد الرحمن ود خالتك ودادي ود خالتي ومعروف من الله ديال الفريق العائله ديال الرياضي، العائله ديال السي معروف بالعشق ديالو الوداد الرياضي. تحيه لمحمد امين بولو، تحيه ايوب محمد وجميع المتابعين الكرام، نتمنى يكون العراقي مسير شباب محمد، يقول محمد ايوب محمد مصطفى لا ما يخلوك مسير ما يخلوك مدرب حربوني، العراقي خاصو يكون في الجامعه انسان متكون. الله يكبر بك، الله يكبر بك، الله يكبر بك، عنده دبلومات، الله يحفظك، تجارب اللي دوز في الحياه واكثر من دبلومات. وي اكيد لا حتى الدبلومات كاينين الحمد لله، حتى الدبلومات كاينين، ربما الزر ولي ما كاينش وصافي، اما الدبلومات كاينين الحمد لله. وي تحيه جميع المتابعين الكرام. فوزي جمال قريب انتقال الدوري ما يقول الاخ، نتمنى لحد موفق. بابراهيم البوش، السلام عليكم، واش تظنوا باللي المدرب ديال سان داوز عنده العصا السحريه ولا لا؟ قلناها مع الوداد لان الظروف والاجواء
على مستوى التسيير ليست كما هي في صن داونز. في نظري المشكل في الوداد ماشي المدرب، المشكل يبقى في التسيير او طريقه تسيير كره القدم من طرف المسيرين في بطولتنا والاشخاص المجاوره. دونك تعليق كبير بزاف. دونك صرا خدينا ابرز والفكره اللي بغى يقول السي ابراهيم. بالعكس حنا ما كنقولوش بان راه غيجي غيصنع العصا، يعني العصا السحريه في الوداد وعنده العصا السحريه باش الوداد ديال الالقاب، ولكن يعني المرجعيه ديال الوداد راه معروفه. الوداد راه غير سنه اللي كان ديال الديكالاج. الوداد اصلا دات القاب بلا موكوينا، الوداد ربحات موكوينا. تاني قلنا بانه مدرب هو رجل ديال المرحله، يعني من احسن المدربين اللي كاين دابا اللي في السوق. شكون اللي كاين غتلقى موكوينا؟ اكيد لا. شوف اليوم سي ابراهيم قال لك ما عندوش عصا سحريه. انا متفق معك، راه ما عندوش عصا سحريه. راه ما جيش ما غاديش يجي اليوم وغيدير غتلع عليه الالقاب ديال عصبه الابطال الافريقيه ولا غتلع عليه الالقاب ديال البطوله كاس العرش. اكيد هو جا كمدرب اعطى اشارات على انه مدرب محترم. اليوم اداره الفريق الوداد الرياضي جابت هذا المدرب هذا ومشكوره كذلك. اليوم فغادي نشوفوا شنو هي الانتدابات اللي غادي يدير. اليوم كلنا غنترقبوا الانتدابات اللي غادي يدير. بالاضافه ذلك ف ناخذ مصطفى ونرجعوا للسام طيف. مرحبا ولول اللي كانت الاسبقيه للمتابعين الكرام. مصطفى من مدينه الدار البيضاء. اخي مصطفى السلام عليكم وجمعه مباركه. مرحبا بك معنا. هذا النهار ان شاء الله جمعه مباركه لكم انتم كذلك اخواني، هو على التحليل ديالكم وعلى جميع ما تقدمونا للمشاهد الرياضي. مرحبا خويا، تحيه لك. ربما ما نحاولوش نقدموا السي عبد الطيف العراقي لانه انسان غني على التعريف، ما نتكلموش على ديبلوم ولا على شي حاجه. يكفي ان واحد حرس المرمى وحرس يعني ما غنبقاوش نتكلموا عليه، لان راه اللي بغى يعرف عبد الطيف العراقي راه يدخل وغادي يعرف كل شيء عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ربما كان محارب من طرف اشخاص اللي حبسوا على العمل وبلا ما يدخلوا في هاد لي ديتاي كلهم. الله يكبر بك مصطفى. الله يسلمك. شكرا سي مصطفى. الله يحفظك. الله يكبر بك سي مصطفى. الله يكبر بك اخويا. ربما كاين تساؤلات كطرا، هل المدرب سينجح مع فريق الوداد ام لا؟ هنا ربما راه المدرب اذا ما كانوش لاعبين راه ما عمره ينجح ولو يكون ما عرفت شكون هو. اكيد كتجيب له لاعبين يعني في المستوى كاليتي لي جوور اللي تكون في المستوى باش كاليتي، لان راه كاليتي ديال لي جوور حنا تنمشيو هاد المدرب تنتكلموا عليه مع صن داونز. صن داونز شكون هما؟ راه هما المنتخب اللي ربح المنتخب المغربي بالفعل. بالفعل ولاعبين من البرازيل مصطفى خويا. نعم سي عبد الطيف. ولاعبين من البرازيل شي ثلاثه لعبه من البرازيل. يعني هنا كنتكلموا على كاليتي الجوور ديال شكون هما هذوك لي جوور اللي كانت كيتريني بهم. هذيك الفرقه ديال صن داونز راه نجيبها نحطها تلعب الراسه بلا مدرب. اكيد راه الرئيس يقول لهم دخلوا نتوما 11 خويا تقصروا غادي يقصروا ويربحوا ولا يدوزوا له. ولكن هنا حاليا هل فريق الوداد له من المكونات ديال اللاعبين اللي غادي يعطيو مع هذا المدرب هذا؟ اكيد. واخويا الا كنتي غتنافس على الالقاب وباغي فريق قوي راه اكيد خاصك تجيب لاعبين كاليتي اللي تكون مزيانه. راه الوداد دابا نمشي معاك في قضيه لي جوور، غادي يجيب لي اربعه المدربين اللعابه خارج ارض الوطن محترفين، يعني اربعه ما يمكنش يديباسيو في الفريق ياك. احنا جاب اربعه ديال لي ميور جوور في افريقيا. اعطيني لو ريست فينا هو ما تبقى من اللاعبين في البطوله البريه. كيبان لك كاين شي لاعبين اللي غادي ينضموا للوداد ويعطيو يلعبوا في كوب دي موند ويديروا ويديروا. انا استسمعت ان تنقول هذا الكلام ربما لا هذا واقع 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 خو. ولكن نرى اللي عنده شي لاعب راه محافظ عليه ما بغاش. صح كما قلتي الفريق اللي عنده اللاعب ولا النجم ديال الفريق ولا اسم راه محتفظ عليه ما غايقدرش يسمح بها. وي ولا ما كانش كينافس على الالقاب راه كيمشي. وي واش الراجل تقدر تعطيك بوكرين؟ لا ما يمكنش تعطيك بوزوخ تعطيك تنيتي تعطيك زيد زيد زيد. اي فرقه اي فرقه اخويا مصطفى اي فرقه؟ لان لا انا عطينا مثلا براجا دابا احنا الراجا واش تقدر تحيد لي لعاب المدربين ينجح وما لا نجح؟ لا صح اكيد. انا كنتكلم كراجا ماشي ودادي، غير كنتكلم على البطوله بصفه عامه. ومتفق يعني هذا السيد هذا زينبور تحيد لي ثلاثه اللعابه غادي يولي عنده مشكل. هو تحيدو غير بوز وقت خط الهجوم ولا النفاتي راه يولي عنده مشكل. بوكرين الوسط راه غادي يولي عنده مشكل. راه هنا في خصنا نذكر ان كل شيء فرحان المدرب. وي مرحبا بهذا المدرب يجي المغرب، ما كرهناش حتى اللاعبين يكونوا في هذا المستوى هذا. وتنتمنى علاش هذه القضيه اللي تنشوفوا حنا تنحصروا في اربعه اللعابه كنشوفوا بطولات ناجحه في العالم ما حاصلناش في اربعه ولا في خمسه. فتح المجال عندك الفلوس جيب اخويا اللعب واعطينا التسوق الكره المغربيه تسوق شويه. صح اكيد. ونتمنى ان شاء الله تكون انتدابات في المستوى اخويا مصطفى. ونتمنى الله يعاونكم اسيدي. والله شكرا تحياتي للعراقي. شكرا سي مصطفى الله يحفظك. التعريف ما يحتاجش واحد يقدمه. السلام عليكم. شكرا شكرا سي مصطفى الله يحفظك اخويا. الله يكبر بك. وتحيه للمتابعين الكرام. الله يحفظك مصطفى اخويا. الله يكبر بك اخويا. مشكورين المتابعين الكرام اكيد. لا واحد الحاجه بلا لاعبين لا واحد الكلمه قالها سي مصطفى اكيد. انت الوداد اليوم جابت مدرب كبير اكيد راه كينتظر واحد العمل كبير، كينتظر جمهور
جمهور كبير. علاش؟ لان اليوم لا عندك جمهور لا عندك لعابه. انا قلت لك الا عندك لعابه جديده لعابه في المستوى اكيد غتكون النتائج في المستوى. فهذا هو اللي خاص نخدموا عليه. اليوم عندك مدرب في المستوى خاصك تجيب لعابه في المستوى. خاص لي اربعه لاعبين اجانب، خاص في البطوله تقلب على شي لاعبين للبروفايل ديالهم يقدر ينجح مع مكوينه. دونك خاص اليوم وهذا هو اللي خلى الاداره لان كنت عطلت شويه صعيب، لان كنت عطلتي وبقيتي مثلا انت الاوت غتجيب الشامبيون في اوت دير لا بريباراسيون غتجيب مدرب فينا هما اللعابه، واش غيبقاو لك شي لعابه في السوق ولا ما يبقاوش لك؟ دونك كلهم هذه مشاكل اللي كانت غتعيش الوداد. ولكن اليوم الحمد لله باقي متسع من الوقت. هنا علاش كنتكلم انا دائما على المدرسه، كنتكلم على الفئات العمريه. لان اليوم غدور تتعيا ما تلقاش لاعبين، عندك الامال، عندك واحد الخزائن كتشي، عندك واحد الامال. لان الامال كيلعبوا في بطولات الهوات راه على الاقل كيلعبوا ماتشات كتعرفهم هادي متبعهم الهويه ديال الفريق كاين واحد المواكبه. هادي كلها امور تقدر تستافد منها. مي حنا للاسف ما كنعطوش اهميه وي. ناخذ سي لطيف من مدينه اسفي. احمد البوهالي، نتاكدوا واش احمد البوهالي. السلام عليكم سي احمد. اصبح النور سيدي احمد من اسفي. واش احمد البوهالي؟ لا لا قلت لي تاكدوا مني. انا اللي بوهالي. مرحبا مرحبا. الله يحفظك الله يحفظك. تحيه ليك وتحيه للعائله ديال بوهالي. احمد ولا ديال اسفي. مرحبا سيدي سي العراقي لاباس عليك؟ الله يكبر بك. كي داير عبده؟ الحمد لله. والله العظيم الا توحشت نشوفه. والله شاد عليا. ايوا مرحبا. البليده مشي نشوف ولاد عمي مات. كلشي مات كلشي مات. بقى واحد ولد عمي مسكين وشي فاميلا قليله كلشي مات الله يرحمه. اي والله يرحم الجميع الله يرحم الجميع. سيدي فيما يخص الوداد البيضاوي تنظر انها صفقه ممتازه ديال المدرب واحسن ما كاين الان في القاره. ولكن خاص الجماهير الوداديه تعطي الوقت للمدرب. اكيد. لانه مدرب راه بين حين كتلقي ديالو. ونتمنى ما يكونش هذاك الضغط على المدرب والنتائج، وتكون عندنا العبره هي الرجاء. راه شفت انطلاقه الرجاء كيف كانت وفين وصلت. وما ننساوش بان المدرب راه جاي على فرقه مهلوكه. راه جاي يبني ازيرو. وي راه جاي الفريق اللي غادي تعاود كما تنقولوا 90%. ازيرو. في هذا خاص الجماهير، وراه من حسن الحظ الوداد ان ما مشاركاش في المسابقه الافريقيه باش يلقى المدرب الوقت فين يخدم. راه عندهم بزاف هاد القضيه الناس اللي تتغوت. راه ماشي شوف الان الوداد فاز مجموعه من الالقاب، ما خاصش يبقى الان دابا الهدف ديالنا هو اللقب. لا، الهدف ديالنا هو نبنوا الوداد تكون واحد البناء اللي صحيح، ما تعاودش تشري بلينا غدا ولا غدا. خاصة كاين شويه ديال الضجيج. الو تسمعني؟ كنسمعك اخويا. خاص دابا الوداد الفكر اللي ولي عندنا اننا نبنوا مؤسسه. اكيد. ما تبقاش مرتبطه لا بهذا لا بهذا، تولي مؤسسه حقيقيه. وهادشي اللي خاصو يكون. نتمنى ان شاء الله التوفيق للفريق الوداد. ملاحظه اخرى لحد الان راه نتمنى غادي في الطريق الصحيح وبدل الاسلوب ديالو، اللي تنتمنى ان الحكماء ديال الدار البيضاء يتدخلوا ويجمعوا بين مكتبة الوداد والمكتبة الرجاء ويكونوا يد واحدة، لأنهم هما اللي هيدافعوا على البطولة الوطنية واللي هيدافعوا على الأندية. أكيد هذا كلام جميل. راه ماشي لصالحنا كاملين. وتحية مباركة أخي. شكرا 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 سي أحمد. شكرا على الروح الرياضية. تحية لسي أحمد. ميساج زوين. أحسن ما سمعت. ميساج زوين والله. برافو عليك سي أحمد. وتحية للناس ديال أسفي وناحية ديال الناس ديال عبدة. ميساج زوين. هو سي احمد كيقول بان الفريق المسؤولين ديال الوداد ولا المسؤولين ديال الرجاء بركه من الفلاشات بركه من الكلاشات بركه من المشاكل، لان انتم حبينا ولا كرهنا بالاضافه للجيش الملكي ونهضه بركان قاطره كره القدم الوطنيه. هاد الفرق هادو راه هما راه بلا بهما راه ما غنسويو حتى حاجه. راه بدون الرجاء وبدون الوداد وبدون فريق الجيش الملكي ونهضه بركان هادو راه حبينا ولا كرهنا هما كيلعبوا في على مستوى وزيد على مستوى عصبات الابطال الافريقيه والكونفدراليه الافريقيه وكاس العالم الانديه والسوبر الافريقي. راه هاد الفرق هما اللي كيلعبوا قاعده جماهيريه. دونك الى هادو غيبداو بيناتهم والفرق الاخرى كتفرج راه لا اله الا محمد رسول الله. فكنتمنى هاد الميساج يوصل. بالاضافه ذلك قال واحد الكلام مهم، فنتمنى ان جمهور الوداد ما يديرش واحد الضغط على المدرب مكوينه وعلى المكتب المسير الجديد. مكتب مسير جديد كله برؤى وبمشروع جديد وبحوايج جديده. دونك خلينا نستخدم صبروا عليهم
اكيد مدرب ديجا كل حيت ماشي مدرب لي بين قوسين ما كنعرفوش نبدا نقولوا واش غينجح وكان كيترينها في فئات عمريه واش كان كيدير كيترب لا اليوم مدرب معروف عطى اشاره على انه مدرب كبير ما ميلو دي ساندونس كنا كن العالم سيرتو شمال افريقيا تفرجنا وكنا قلنا احسن مدرب كيفاش لو ستيل دو جو طريقه ديالو تدبير المقابله لاعبين اسلوب ديالو معاملته بوطويل كونفيرمي لنا كونفيرما لنا الكلام اللي كنا اللي سمعنا قال بانه مدرب محترف بمعنى الكلمه الناس مشات صيفات ومشات البحر وتمتعات ليا في الجبال وفي المياه العذبه هو راه في البرازيل كيقرا دائما من التطوير كل 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 شهرين كيكون في اكاديميه ولا مدرسه مشى لباريس سان جيرمان مشى للمان سيتي هو مولوس مولوع بالفريق المان سيتي وغوارديولا مزيان هو عندك مدرب مزيان اش خاص دابا خاص الاداره تعاونوا تجيب لي لاعبين في المستوى العالي خاص يكون واحد التشاور ما بين الاداره والمدرب على اللعبه اللي غيجيب اش خاصني انا ما نبقاش نجيب مليون تيرا عمر من مليون تيرا زيد خاصنا لي غارديان زيد لي غارديان ايوا حتى واحد ما كيلعب شنا الوداد شحال من لعب جا مع كيلعب معمر شنا في البطوله كاع هو انتداب ودار ليه تصوير وتصوره وتمتع مع الرئيس وهادي ولكن ما عمرش انك يلعب في الوداد الرياضي مجموعه من اللاعبين واللعابه اللي كانوا في المستوى العالي في الفرق ديالهم وجاو ما لعبوش وما خداوش الفرصه ديالهم دونك اليوم المدرب عنده فلسفه ديالو عنده اسلوبه عنده طريقه ديالو في العمل نخليه يخدم نخليه يجتهد واكيد الجمهور غادي يساندو بتشجيع وبالعمل والمسانده والدعم المعنوي واكيد اكيد الاداره راه عارفه اش خاصها عارفه اش تبعها فنتمنى حد الموفق ان شاء الله الوداد الرياضي باش ترجع لان كما قلت سي ابراهيم قوة كرة القدم الوطنية ما أشوف حيث الراجة والوداد والجيش وبركان راه نبقاو كنخربقوا راه غتلقى الفرق هالإضراب هالمشاكل ها مي أنا مع احترامي للفرق الأخرى باش ما نقولوش عبطيف كنقص من الفرق الأخرى حاشا لله أنا ما كنقصش من الفرق ولكن ملي كتدخل مركب محمد الخامس كتلقى أربعة أنا كلاعب ولد المحمدي ومحب لفريق شباب المحمدية ملي كنديرها كنلقى 45 ألف متفرج وكنجي للمحمدية واحد الوقت كان كيدخل الجمهور علاش لان كانوا لعابه كان ولاد البلاد و مي دابا مابقاوش يبغوا الناس ولات عارفه دابا الدري صغير ولا كيقول لك لا هذا المسير فاشل دري صغير كاع يلاه الله جل 14 15 سنه ولا ميم با كاع كيقول لك هذا المسير فاشل لانه كيسمع باك يسمع العائله لونتوراج كيهضروا عليه مليون قاطره كره القدم راه هاد الفرق هما اللي غاديين بها اكيد نتمنى ان شاء الله التعليق ديال المتابع الكرام مصطفى العنتري او لا العنتاري تيقول الجمهور خاص يعرف ان المدرب كيف او ان الفريق خاص هذا الوقت وي بالفعل كلامك مزيان مصطفى خاص هذا الوقت باش يتقاد وان الفريق خاص هذا الوقت باش بغي يقول الفرقه زعما ولا الفريق خاص الوقت باش يتقاد باش يتقاد خاص صبر شويه والمدرب ما عندنا ما نقولوا فيه خاص غير الصبر والاداره تكون على القرص محمد الازماني من هو الرئيس الرسمي لحد الوداد هل الرئيس اتش منا رسمي بدون انتخاب اش خويا الازماني راك تكون بعد مره المكتب المديري ولا المكتب التنفيذي ديال الفريق الوداد الرياضي هو اللي كيختار الرئيس باجماع مع هيئه المنخرطين وخا ما يكون قبل الجامعة لان الفتره ديال دابا فتره وجيزه فبالتالي خاص كتكون شي حاجه اصلنا حيت المكتب ولا حيت خاص الرئيس يجي باش يديروا انتدابات يديروا في الجامعة ما بقى والو في الجامعة كيولي غير شكلي لان الرئيس كيكون تختار ويمتى جامعة الوداد 18 جوي وي باقا فهاد الشهر وي فهاد الشهر هذا ومقولوا راه بقى واحد 6 ايام ولا شحال دابا 5 ايام حتى 6 ايام 6 ايام سافر الان سلام التركيبه البشريه في وداد ضعيفه ناقصه بزاف خاص حارس ودفاع وسط ميدان وهجوم لا خويا سافر بالنسبه لحارس مرمى انا ما كنظنش منير جلال تحيه للطاقم البرنامج نجاح مكوين راهين بصبر الجمهور لان الفكر ديالو كيبغي الوقت اكيد كره شامله واستحواذيه الصغار الاساسي ديالو هادشي اللي جميل في جبهه الوداد عارفه بان مرحله خاصه شويه الوقت انا نجاوب سي سافر فنتمنى تكون سافر النوايا الحسنه ان شاء الله أكيد أن فريق الوداد الرياضي يضم ثلاثة من أحسن حراس مرمى يوسف المطيع المهدي لا ماشي المهدي اللي كان في وجدة فكرنا أخويا مهدي مفتاحوي مهدي كيدابز لي مع مهدي وايا المهدي مفتاح كاين كذلك أبو بكر باه هادو حراس مرمى في المستوى العالي وأنا سأؤكد لكم كلامي والصدق كلامي على ان مكوينه ما غاديش يجيب حارس بالعكس غيخلي هاد الثلاث حراس
بالعكس خصهم عمل، خصهم خدمه، خصهم يجتهدوا، خصهم هما يزيدوا يخدموا يجتهدوا. لان شوف حارس المرمى ما يجيب لك مدرب من 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 من, من الشينوا كاع، ماشي مدرب خازي القوال وروبو كاع يخدم معاك، ولكن انت لما واش تخدم ما تخدمش. فكنتمنى المطيع يستافد من هذا الموسم، موسم ما كانش فيه مزيان السنه الفريطه ولا قبل، يعني فاش فاز فاش لعب الفينال الوداد ديال كاس الكاس السوبر ولا ماشي سوبر كاس الدوري الافريقي، يعني ساهم بشكل كبير فريق سميتو يوسف المطيع على مستوى الضربات الترجيحيه، كذلك مع اتحاد طنجة على مستوى كاس العرش، يعني دار واحد الموسم استثنائي. هذه السنه كاين بين كان بين مد وجزر مقابله كيكون مزيان، ومقابله ما كنشوفوش المطيع. فكنتمنى ان شاء الله يزيد يخدم ويعرف اش خاصو، شنو المشاكل اللي خلاتو، اشنو الحوايج اللي خلاتو ربما ما كانش مكونسونطري مزيان، ربما احنا ما عارفينش اش كيوقع، لان احنا كنتفرجوا كنشوفوا التلفازه، ولكن واش خدا فلوس ولا ما خداش، واش مرتاح ولا ما مرتاحش، واش كيدير مزيان ولا ما كيديرش مزيان، هذه كلها امور ما كنعرفوهاش. مي كنتمنى يوسف المطيع يستافد من هذا الموسم، كذلك المهدي كذلك حتى هو كحارس ثاني حتى هو يزيد يستافد ويزيد يخدم. ابو بكر حتى هو يزيد يخدم، ويعطونا ان شاء الله علاش من هاد ثلاثه الحراس نخرجوا حراس حارس ممتاز اللي يكون صمام امان فريق الوداد الرياضي ان شاء الله. اكيد حيت لا غنتكلموا على حارس مرمى، راه حتى الدفاع خاصه قلب الدفاع هاد العام، هاد العام الوداد جربت العشرات من المدافعين، راه عرفتي شحال من جربت من فقط التوليفه الوحيده اللي نجحت هي اشرف داري مع امين فرحان، هي الوحيده اللي نجحت من غير هذه اما تتوليفه ما نجحت، مجموعه من اللاعبين اللي دازوا من هذاك القلب الدفاع ما نجحوش. دائما المتابع الكرام كنتواصلوا معكم الحديث دائما على موكوينه على واحد، دائما كنشاركوا الحديث مع الجماهير الوداد، تكلموا الاغلبيه ديال الجماهير قالوا بان خاص صبر، وهذا شيء جميل في الجمهور ديالي لان واعي بالمرحله. اغلبيه ديال الجماهير قال خاص تكون انتدابات في المستوى. ثاني حاجه راه باش تخلق انسجام مع فريق جديد، يعني بتشكيله جديده بتركيبه بشريه جديده اللي غتبدل 99% حتى 90% على الاقل، دونك راه ماشي سهل انك باش خاصك شويه الوقت باش تخلق انسجام ثابت. اكيد خاص شويه الوقت، خاص واحد التربص اللي يكون واحد على الاقل يكون واحد كانسل 20 جور ولا اكثر كاع داروا مقابلات حبيه، كذلك خاص انتدابات معقلنه، انتدابات حسب الخصاص. اليوم فريق الوداد الرياضي خاصو الى غادي يبقى العملود اريير غوش راه عنده جوج، عنده داك الوليد اللي جا من المحمديه بوشتا، وعندك قادرين اريير دروار عندك العملود تبارك الله. عملود انا بالنسبه ليا لعبوا فين ما بغيتي يقضي الغرض، تلعبوا ايليد يلعب لك. العملود تبارك الله لاعب كبير، دونك اظهره راه عندك في المستوى. قلب الدفاع خصك واحد دو ميليو تيرا في الارتكاز، وسط ميدان دفاعي خصك على الاقل واحد جوج. الهجومي راه عندك تبارك الله حمودان مولا عمار عبد الله لا حيمود، كاين حيمود، كاين هذا الوليد هذا الموريتاني بونعمار هذا ولد وليته هو مزيان، نتمنى ان شاء الله يبقى وصافي. نتمنى ان شاء الله ياخذ فرصه. الاجنحه في الوداد راه ما كاينش اجنحه، انا جاي لك اجنحه وراس حرب، عندك اجنحه وواحد اتاكون دو بوينت ولا واحد 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 تسعود ما كاينش في فريق الوداد الرياضي. فاكيد كنتمنى ان شاء الله اليوم هما خصك على الاقل جوج ثلاثه اربعه خمسه، هما خمسه بالاضافه انا خص واحد 8 لاعبين بالنسبه للوداد، 8 4 يكونوا اجانب و4 يكونوا محليين، اكيد غيعطي واحد الاضافه لفريق الوداد الرياضي. اكيد 8 ان شاء الله يكونوا في المستوى. ولكن واحد النقطه سي ابراهيم وخاص يعرفوا جميع الفرق المغربيه، بارك علينا من انتدابات، بارك علينا من المغادرين، حنا كيسالي الموسم وبحال كنبني انا كيجيني الفرق المغربيه، واعتذر على هذه الكلمه اللي غادي نقول، بحال عيد الكبير. عيد الكبير كاين شي عيال الله يهديهم هاكي كيقولوا عيد الكبير قرب، بقات لي سيمانه والراجل بدل الثلاجه بدل الفريغو بدل بحال هكا الحوليه، غيجي غيبغي يتقلق الحول باغي يشوف الثلاجه قديمه، ما فين هو المشكل؟ لما كانت الثلاجه خدامه مزيان كتبرد فين هو المشكل؟ والله العادي ما كنشوف شي عيالات، كنت كنشوف باكي كنمشي لواحد كرون سيرفاس بعد ما تابارازا نمشي نشري شي لعيبه ولا شي حاجه، تلقى ها مهبطه الثلاجه هذه مهبطه هذه علاش؟ لا راه كل عام كنبدلوا الحطه ديال الحولي، حيت الحولي كيجي خصو يلقى داكشي جديد، كيتخلق لنا ما كيلقى الثلاجه قديمه. اسمح لي راه هذا اللي كنعيشوا حنا اليوم في الفرق المغربيه، كل عام كيسالي الموسم
كنقول الله واقيلا هاد الفرق غادي يحافظوا عليها. انت كتسمع 6 غادروا 7 غادروا 8 غادروا 7 جايين، لا ما سمع لي انا. كنتكلم ديما كنقول هذا مثل كبير عندنا حنا في شمال افريقيا، هو فريق الهلال الاهلي المصري. الاهلي المصري الناس راه سنوات وسنوات هما مازال كيلعبوا. شي الاخ سافر الان تيقول شي لاعبين في الوداد كارثه ماشي مستوى ديال الوداد، كنتكلم على اللاعبين وكانوا كارثه علم الله هذا العام كي غيكون. كان تيقول ربي واش خاصنا غير الكره والناس خاصهم الخبز ما فيهم والو. اخويا الطرف الخبز راه خصك تقاتل عليه وتجيبيه، حنا براسنا كنتقاتلوا كنجي في الصباح على الطرف الخبز صافي في العراق، راه كيجي مع 4 الصباح لا يرى الا هو كيجي ولا كلشي بقى في الطرف الخبز. راه ما كتسناش الطرف الخبز غيجي لك من السماء ولا غيطيح لك من الارض ولا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. السماء ما بقاش كتلوح عندو بيدير كيدير كومونتير. لا خليه حنا جاوبنا، حنا جا والكره راه الكره راه مهمه. بغيتي تبقى قاعد في الدار والخبز يطيح لك صاحب جوالو صاحب جلال محمد السادس نصر والله راه كيشجع الرياضه والرياضيين، وما نهضروش على الرياضه، الرياضه راه مهمه. راه شوف دابا الدول العظمى، شو دابا فرنسا ولا مثلا امريكان، ولا شوف دابا الدول العظمى كنقول لك شوف الكره كتلقى الرئيس كيجي يتفرج في الفرقه ديالك. دابا حنا شو تركيا تركيا اردوغان ياك مشى يتفرج في كمل لي كمل لي. راه عندنا برنامج الهموم المغاربه كيدوي على كاع المشاكل، غلاء الاسعار والمشاكل الاجتماعيه. تلقى مع مرص تفرج تلقى معايا تلقى معايا في قهوه اقول له بعدي سال البرنامج نتلاقاو في شي قهوه هنا في الوزيس ونعاود ليه هم الدنيا والاخره. نبقى نتباكى انا وياه. بغيت الخبز طب الخبز خصك تقاد لها الحال كاع سامح الفواليدي لو جايين بعدي الا كتقاد لها طب الخبز. الله يهديك. عجبني سي زاك اسك لقى الخبز اخويا تنوض تخدم عليه، راه حتى واحد ما غادي يجيب لك الخبز للدار وهذا واقع. ما بقاوش جالسين نديروا كومونتير والله لعبوا على المشاعر والله لا قفلتي لا فورتي ياك يقول هذا المثل المغربي. لا قفلتي لا فورتي وزيد الخبز خصك واشوف حتى هو مسكين توا قال لك الراجل خصو يكون بحال الفاس مي ولا هكا بحال الفاس اللي بدا تهرس في الحجر. عرفتنا الفاس من هادشي ولينا بحال التراكس ماشي لا الفاس لا ماشي التراكس التراكس ديال العفير ديال الخبز ديال خبز حلال لا ماشي التراكس هذيك والله ما قال لي دابا التراكس اللي كدوي عليها هي اللي ولات خدامه دابا والله سي لا اكيد تحيه مشكله تيرات هي تيرات تريرة فنانة ما عندك ما تقول أكيد أخي. تحية جميع المتابعين الكرام اللي بغى طرف الخبز اللي تقاتل عليه يفيق بكري وراه ربي كيسخر راه ما كاينش شي واحد اللي كيتقاتل. دابا الآخر الشيء راه تلقى الناس اللي خدام في البنية اللي خدام في الواحد كتلقى البنات هما مساكن كيفيقوا في الصباح كيمشيو يخدموا كنفيق أنا الصباح كنكونوا جايين كنلقاو كل واحد طرف خبزة شوف علاش فايقين هذوك الناس كيما بإمكاننا نلقاو ناس على ما غتنعس إبراهيم على ما غتنعس على ما غتنعس شكون غادي يجيب لك واش والله من ما نتي دبرت على رزقك لا عطاه لك شي واحد مشاك الوقت اللي كانت محنه كان عباد الله شي عاون شي دابا ما بقاش طيف شحال قد الايزر غيحن فيك واش دابا راه ولا كلشي مزير الله يكون في العون كلشي مزير الله يكون في كل شوف سيرتو دابا مازال كتكون باقي صغير ما كتسوقش هم الدنيا مي فاش كتكبر ودير وليدات حتى راه باقي الله كتدخل لها خاص جيب خبز جيب هادي جيب هذا بغى بيموات بغى دانونات بغى شيبس بغى هادي بغى هادي بغى هادي كنقول لك هذه حاجه ما خلي بغى طابليت وبغى تليفون منه الرافيع وبغى معليش هذه سنه الحياه ما عندك ما دير اكيد. تحيه للمتابعين الكرام الله يسهل على كل واحد امين امين كنتمنوا التوفيق للجميع المغاربه والمسلمين فين ما كانوا الله يعاون الجميع اكيد. اي واحد باغي يجيب حاله الله يسهل عليه. سي عبد الطيف كنشكرك هذا واجب سي ابراهيم هذا واجب اخويا وتحيه لك. حلقه خاصه بفريق الوداد الرياضي اليوم المورنيغ واليوم شاركنا الان شاركنا الحديث مع الجماهير الوداد كنشكر الجماهير الوداديه والمتابعين الكرام باش يكون الاراء ديالهم دائما الجماهير الوداديه في التجاوب مع الفريق ديالها. شكر المخرج ديالنا السي سمير تلاقاو في بث جديد على نفس القناه شوف تيفي.